أقام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ندوة بعنوان دور القضاء العسكري أثناء وبعد الثورة في مكافحة الجريمة. ندوة اليوم تتحدث عن دور القضاء العسكري العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة، وأيضا رجال الشرطة العظام الذين شاركوا وساهموا مع إخوانهم من رجال الشرطة المدنية في الحفاظ على أمن مصر على مدار ما يقرب من 10 شهور منذ قيام ثورتنا المجيدة 25 يناير 2011 وحتى الآن. ومما لا شك فيه أن دور القضاء العسكري وأيضا الشرطة العسكرية ومضافا إليهم رجال القضاء الطبيعي المدني العادي وغيرهم من رجالات مصر وأيضا شباب مصر ساهم إلى حد كبير في أن يخيبوا آمال أعداء مصر. الندوة الحقيقة النهاردة بتتناول موقف القضاء العسكري اللي تعرض خلال الفترة السابقة لهجوم غير مبرر من أشخاص مش هنقدر نقول غير أن هم ليس على علم ولا على دراية. زي ما تقال في الندوة اللي يقرأ القانون والدستور يعرف أن القضاء العسكري هو جهة قضائية مستقلة مكملة للقضاء العادي، واتوضح أن داخل اللجنة الندوة من هو القاضي الطبيعي، واتضح أن القاضي الطبيعي هو القاضي العادي والقاضي العسكري اللي بتتوفر فيه الشروط اللي منصوص عليها طبقا للقانون. تضمنت الندوة العمل على تحسين دور القضاء العسكري، والذي عملت بعض القنوات الفضائية في التقليل من المهام الإيجابية التي يقدمها. إنجي خالد، نهارك سعيد.